مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة إنشاء فيديو إشهاري لقناتك من خلال موقع روندر فورست. سأترك لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. هيا دعونا نتعرف ونكتشف هذا الموقع. مرحبا بكم أصدقائي، هذه هي الصفحة الرئيسية لموقع روندر فورست. يمكنكم تغيير اللغة، نقوم بالضغط على هذه الإشارة من أجل تغيير إلى اللغة العربية. هناك العديد من اللغات، سنختار اللغة العربية. كما تلاحظون المنصة الرئيسية لروندر فورست تقدم لكم روندر فورست أفضل أدوات العلامة التجارية عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وشعارات ونماذج مجسمة والمواقع الإلكترونية بجودة عالية بأقل وقت وجهد. كما تشاهدون أصدقائي، فالموقع يمكننا يقدم 4 خدمات. الخدمة الأولى هي إنشاء مقاطع فيديو، والخدمة الثانية إنشاء شعارات، والخدمة الثالثة النماذج المجسمة. كما بإمكاننا إنتاج المواقع الإلكترونية، نضغط على بدء. سنختار إنشاء مقطع فيديو. كما تلاحظون أصدقائي، هناك العديد من مقاطع الفيديو يمكن التعديل عليه. على سبيل المثال سنختار هذا المقطع والتعديل عليه. سنقوم بعملية التعديل الآن من خلال الضغط على اصنع الآن. كما تلاحظون أصدقائي، هنا يمكننا اختيار اللوجو الخاص بقناتنا ووضعه في الفيديو. نضغط على زر الإضافة. سنقوم برفع الصورة أو اللوجو من سطح المكتب. على سبيل المثال سنختار هذه الصورة، هي اللوجو الخاص بقناتي. سيطلب منا التسجيل الدخول انطلاقا من الموقع الإلكتروني جيمايل أو الفيسبوك. سنختار الفيسبوك. يمكنكم إدخال الجيمايل والباسورد هنا. سنختار الفيسبوك. عملية الاتصال تمت.
سنقوم كما تلاحظون، فالحجم الذي يوصى به هو 1500 × 1000. يمكنكم التعديل على الصورة. كما تلاحظون فالصورة صغيرة نوعا ما في العرض، لكن مجرد تجربة. هنا يمكن، هناك العديد من الاختيارات الأخرى. هناك تدوير الصورة، هنا يمكن فلتر. سنختار عملية تم. هنا سنقوم بكتابة اسم القناة الخاص بقناتك. على سبيل المثال نقوم بكتابة الجديد نيت، هو الاسم الخاص بقناتي. ننتظر إلى حين تغير الاسم. هنا فلتر سوفو، هناك مشكل في الصورة. عندما حفظ التغيير نقوم باختيار هنا الموسيقى. يمكنك، هناك العديد من الأنماط الموسيقية، وموسيقى فولك، موسيقى روك، موسيقى فانك، وموسيقى حيوية. يمكنك اختيار النمط الذي تود وضعه في مقطع الفيديو الخاص بقناتك. سنختار موسيقى حيوية. هنا ستجدون العديد من الأنماط، سنختار هذا النمط على سبيل المثال. سنقوم بعملية عرض مسبق للفيديو. كما تشاهدون فهناك نوعين من الجودة. هناك جودة منخفضة، أي جودة 360 بيكسل، وهنا جودة عالية HD. لكن هذه الجودة، لاختيار هذه الجودة يجب أن هي ميزة مدفوعة، يجب أن تتوفر على كارت بونكر من أجل الدفع للحصول على هذه الميزة. لكن سنختار هذه الميزة المجانية. ننتظر إلى حين انتهاء عملية المعالجة. عملية المعالجة تمت. سنقوم برؤية الفيديو الذي تم العمل عليه قبل التحميل.
أتأسف على صبي بالإنترنت شيئا ما ثقيل. كما تشاهدون أصدقاء، فهو هذا هو الفيديو الذي قمنا بالتعديل عليه. يمكننا تحميله من خلال الضغط على عملية التنزيل. كما تشاهدون عملية التنزيل بدأت. شاهد الفيديو. نقوم بإعادة تشغيل الفيديو. هناك العديد من الأنماط، يمكننا اختيار نمط آخر. سنقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية للموقع. نختار عملية الفيديو. هناك العديد من الأنماط يمكن التعديل عليهم. سنختار على سبيل المثال هذا الموقع، هذا النمط. سنقوم ببدء التعديل على الفيديو. نفس الشيء نقوم باختيار اللوجو. سنختار نفس اللوجو الذي قمنا باختياره في التعديل الأول. كما قلت سابقا، فالحجم الذي يوصى به هو 1500 في 1000. ننتظر إلى حين تتم عملية المعالجة. هنا نقوم بكتابة اسم الخاص بقناتك أو العنوان الذي تود كتابته. نفس الشيء نقوم باختيار نفس اسم قناتي. جديد نت. يمكننا كتابة أي عنوان حتى باللغة العربية، فالخاصية موجودة. نقوم باختيار الموسيقى التي نودها.
سنختار هذه الإيقاع، قمنا بإضافة هذا الإيقاع إلى الفيديو. سنقوم بعملية العرض المسبق وعملية التحميل. كما قلنا سابقا، فهناك نوعين من التحميل. التحميل الأول هو التحميل المدفوع، تكون فيه الجودة مرتفعة. أما بالنسبة للجودة منخفضة فهي مجانية. نقوم بعرض المسبق للفيديو الذي قمنا بالتعديل عليه. ننتظر إلى حين انتهاء عملية المعالجة. عملية المعالجة تمت. سنقوم بعملية التشغيل مسبقة للفيديو. سنقوم بعملية تنزيل الآن. بعدها سأريكم كيفية عمل لوجو خاص بقناتكم من خلال موقع روندر فورست. نقوم بالرجوع إلى القائمة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية لكي نتعرف على كيفية